كابتن علاء، وده ما اعتقدش حضرتك اتسالته قبل كده في مكان، انت ازاي كسبت الاهلي قبل كده مرتين؟ ما عشان اكسب الاهلي، والاهلي تيم كان اسماء حدث ولا حرج، 2014 بعد تتويج بدوري ابطال افريقيا كمان رحت كسب الاهلي، ازاي فرقتك عدتها؟ يعني تخلي بالك يعني ايه تنزل وانا كسب بطوله افريقيا وامثل الاهلي، يعني بنتكلم في المستحيل، صح ولا مش صح؟ لا طبعا مستحيل مش عشان مهما حاجه، كان، ده الاهلي بالظبط بالناشئين بيكسب اي حد. بالظبط، عشان ده بتاعي هرجع اقول، لما تيجي تقول الف واحد مين اللي هيكسب، هتلاقي اللي هيقول الاهلي الالف، واروح جاي كسبت النادي الاهلي. دي رساله لايه؟ اللي انت تقدر اي لاعب افهم، وده اللي انا ده هدفي من السؤال، والله ملاش علاقه باي حاجه، ازاي كسبت في 2014 فريق هو في وطالع بمنتهى الكوره رحت كسبت مرتين ورا بعض؟ ايه موسم. السبب؟ هيئت لعبتك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ لا بص انا هقول لك برضو يمكن سر من يعني من ضمن الاسباب اللي خلتنا اكسب الاهلي في الموسم ده. طبعا الاهلي كان وقتها بطل افريقيا وفريق تقيل يعني، طبعا يمكن بظروفها ان العلاقه الكويسه بيني وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ والنادي الاهلي، فكان في مباريات وديه كتير بتتم بين الداخليه والاهلي تفتكر تمام، فدي وكنا بنروح نعمل مباراة كويسة قدام النادي الأهلي وماتشات ودية وأحيانا بنكسبه يعني، فدي أدت ثقة شوية وشالت الرهبة شوية من لعيبة الداخلية، بالإضافة إن لا أنت لازم توصل للعيب زي ما حضرتك قلت كده إن هي كرة قدم و11 لاعب قدام 11 لاعب، وتقرأ الفرقة اللي قدامك وتقدر تنفذ الفكر اللي أنت ممكن تكسب بيه، وده قد كان يعني نمرة واحد ان شلت الرهبة من لعيبتي ان هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي، هيأتهم نفسيا، دربتهم على طريقة لعب معينة في المباراة او المباراتين، ولو بصيت ورجعت هتلاقي نفس الجولين هم دخلوا في النادي الاهلي اللي انا كسبت بيهم ترجع تدافع بشكل بشكل واحد قوي جدا، ما تديش مساحات، ثم نقل الهجمه بمنتهى بسرعة، السرعه. ونفس الجول لو جم هتلاقي انا فاكر واحد جابه لما كولين والتاني احمد تمساح، او الدور الاول احمد تمساح والتاني لما كولين، وكسبنا النادي الاهلي رايح جاي، ودي رغم ان انا اهلاوي يعني وتربيت في النادي الاهلي، انما هي دي كره القدم، وده برضو رساله للبعض اللي يتهم بعض المدربين اصل ده اهلاوي بيسيب ده زملكاوي بيسيب، ما صح اعتقدش الكلام ده، مش احنا موجود. لا بننتمي للانديه بتاعتنا وبنحب الانديه بتاعتنا، انما لما بنمسك نادي وبنشتغل قدام الانديه اللي احنا بننتمي ليها ما بنبصش لدي، عايزين ننجح. فيعني يعني دي حاجه جميله في حياتي ان مرتبط اسمي بان المدرب الوحيد اللي فاز على النادي الاهلي في الاونه الاخيره 20 30 سنه رايح جاي في موسم واحد، فدي برضو يعني حاجه تقيله يعني الحمد طبعا لله. طبعا. انا ليه سالت السؤال ده؟ علشان لما بنيجي في مباريات كابتن يجي يقول لك ايه، يا لهوي وقعنا مش تصنيفنا، مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها انا المدير الفني، وحضرتك اكدت في الكواليس واحنا بندردش قبل الحلقه، شخصيه ونظام. ايوه لو عندي الاثنين وكمان اقعد اتكلم الكلام مهم غير الفنيات كمان، ازاي اخلق دافع، وازاي اللي انت ما هو باربع رجول وانت باتنين مثلا، هو بالظبط طريقه تفكيره عنده 800 مخ وانت مخ ربع مخ، لا لو انا بفكر صح واذاكر اللي انا هلعب عليه خلاص انا خلصت 60% من المهم. ده انا حبيت بس سالت السؤال ده علشان ما نخافش دايما اما يقع معاك حد، اما اجي العب ماتشات كبيره اثق في قدراتي ومدير الفني اللي بيقول لي عليه، لو سمعت كلامه ايوه هوصل للطريق. ومهم جدا يا كابتن شادي ان انت تثق في المدير الفني وتقتنع او تكون قانع بقدرات المدير الفني اللي معاك عشان تقدر تنفذ الشغل، فده شيء مهم جدا. يعني على سبيل الذكر قلت كلمه مهمه جدا، ازاي اخلق دوافع. انا كنت معجب جدا بمانويل جوزيه لان كان دايما بيخلق دوافع جديده دي حقيقة. للاعبين، يعني افتكر مثلا مره لعيبه لو فكت تبدا تفوق تاني، دي وفي حقيقة. نفس الوقت بخلق دوافع جديده، يعني البطولات اللي خدها وانت كابتن النادي الاهلي ويا ما شلت بطولات اكيد كان بيخلق لكم دوافع جديده. راح اشترى كابتن كتاب اسمه ذا سيكريت، ولا انا بدعوكم تشتروا بعد ما خدنا الخمس بطولات بتوع السنه، يعني في سنه خدنا الخمس بطولات وخنشنا الدوري من بعد تاني مباراه في الدوري، فخاف
اللي هو ايه ده، اخدوا كل حاجه، فذكي جدا زي ما حضرتك بتقول، دايما يجي بحاجات بره الصندوق. قال لك روح اشتروا الكتاب ده. فلما نسال على الكتاب ده، في اللي بعض كلم حد في مكتبه اسكندريه، لقينا ايه، كتاب بيتكلم على خلق الدوافع جديده، فبيثقفك، هو مش دوره يدربك بس، دوره يثقفك.